يجدد العراقيون دعمهم للقوات الأمنية في ذكرى تأسيس الشرطة العراقية التي تأسست في العام 1922، وبذلك تكون القوة الأساسية الثانية بعد تأسيس الجيش العراقي، والذين قدموا التضحيات بتاريخ مشرف لحفظ أمن الوطن والمواطنين، والأمثلة كثيرة، حيث شهدت الأحداث الأخيرة من تظاهرات شعبية للمطالبة بحقوق مشروعة كفيلها الدستور، والتي حاولت بعض الجهات حرف مسارها السلمي من خلال زج بعض المندسين الذين تسببوا بأعمال شغب أنتجت جرحى بين صفوف القوات الأمنية. تعرضت إلى إصابة في يوم 25/10 بقنبلة مولوتوف. هاي كانت بالأول مظاهرات سلمية، بعدين دخلوا بيناتهم المندسين وضربنا بالقنابل المولوتوف، والآن تعافيت ورجعت إلى عملي ويا أخوتي. للأسف الأوضاع اللي جاي يصير حاليا جاي يصير زعزعة بيننا وبين المواطنين، والنظرة ما أعرف شنية، لكن احنا نحاول نمد يد المساعدة للمواطن قبل أو القوات أو قبل أصناف القوات الأمنية أو جماعتنا. احنا نقول لهم احنا إن شاء الله إيد واحدة، وإن شاء الله هذه الأمور ما تأثر علينا إن شاء الله. قيادة الشرطة الاتحادية أكدت على توليها مسؤولية تذليل العقبات التي يتسبب بها بعض عناصرها بتصرفات فردية تسيء لهيبة القوات الأمنية من أجل إعادة الثقة بين المواطن ورجل الأمن. احنا جادين حقيقة في هذا في أن نجعل ثقة المواطن. لدينا الآن تدريب راقي بالنسبة لقوات الشرطة الاتحادية، حقيقة التحالف الدولي، وموجود الآن الشرطة الإيطالية الكالبينيري تشرف على تدريب الشرطة الاتحادية من ناحية حقوق الإنسان وكذلك التعامل مع المواطنين. الحقيقة بدأنا جهود كبيرة من إعادة الثقة مع المواطن، والآن تشوفون الشرطة الاتحادية موضع احترام وتقدير لكل شعبنا، وهي موجودة في كل مناطقنا. سور الوطن ودرعه المتين، قصص البطولات والتضحية سطروها بدمائهم، فالطمأنينة تنبت بوجودهم. 99 عاما حملت القوات الأمنية على أكتافها هموم المواطنين، وقدمت المزيد من العطاء في كافة الميادين، ولا مكان لمن يود صنع الفرقة بين شعب العراق وسوره الأمين. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.